بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم مرحبا بكم. هنا الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها ست المرمى أمام نايف كيرت يومين سايس أشرف حكيمي في الجهة اليمنى. الأمور الحاضرة قبل بداية المباراة في السند أمامية من بيدري الآن أولمو يبحث عن التقدم ماركوس يورين. الكرة والمحاولة الماضية تعود لكأس العالم على حساب المنتخب المغربي والمباراة تصير. أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى لكن كرة على في بطولة كأس العالم محتارا في من يلعب بقلب الدفاع. كرة تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزيرة لا زالت مستمرة عرضية داخل منطقة يبحث عن التقدم والمرور يبحث عن عرضية لعب المونديال. كرة بمحاولة لكن أيضا تغطية وبالمناسبة هدفين فقط. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الإسباني وتسديدة من ماركو أسينسيو. كرة بمحاولة خطيرة 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 أوهو لا 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 رايا فيران توريس عرضية داخل منطقة الجزيرة فيران توريس تخلصت عادت لمصلحة المنتخب المغربي تسديده. جماهير الأسود والأسود التي تزهر في المدرج وضعت المنتخب الإسباني معرفة الأوضاع في شوط المباراة الثاني على نسبة السيطرة والاستحواذ. اسبانيا كانت افضل من المغرب. يلعب جوردي ألبا المحاولة لكن ايضا بكل تأكيد بتأهل المنتخب خطير لا جيد اضطر الى ان يغادر منتخب اسبانيا بسبب بعض الظروف الخاصة والتي ادت الى ان بالوانه الاحتياطية لون الاحمر عن طريق من داني اولمو تسجل الوان منتخب الماضية وصلت الى سفيان سللا رجل الأبول في تسجيل خارجي اسبانيا الان يوسف هذا نصير يسقط في ارضية الميدان داني اولمو المباراة السابعة شوف جمهور المغرب في المدرج كرة بمحاولة في الجهة اليسرى برصيد درافتا داخل لاتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء خطيرة الكرة لكن طالت مستمرة خطيرة جدا ياسين بون احداث هذه المواجهة الزلزول راتا الذي سجل في شباك كوستاريكا ايضا ياخذ خطيرة وصلت الى الفورمو روتا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الماضية في 2018 للاعب سوليد تغطية والعودة الدفاعية مغربية بأن لا تستمر نتمنى بأن لا تستمر. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب لا وجود عاد للكرة المحاولة في الجانب المقابل اللي فيها حضور مثالي جدا في اليمنى البحث عن العرضية بيدري أمامية لكن أيضا أشرف حكيمي إلى حال لويس إنريكي أشرف حكيمي سلامات صافرة موجودة وخطأ وبطاقة صفراء نعم بطاقة صفراء تظهر السلسولي من أجل تقديم الإضافة في الجهة في اليمنى لكن إلى طريق أشرف حكيمي يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب المغرب لمنتخب المغرب لترك مستمرة وقائمة خطيرة وليد شديرة واحدة مرتدة يا مروكو أمامية خطيرة ملعوبة ماسك عود في وسط مدرجات الملعب المنتخب المغربي سلامات لنايف كيرت يدخل يصدر في ارضيه الملعب ويبدو بان انطلاقه والمرور سريع 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 لكن في التوقيع ملعوبة داخل منطقه الجزاء راسيا ريا وناحي مر ريا وناحي مر الاسباني ملعوبة داخل مر ابعدها الى خارج ارضيه الميدان اماميه ملعوبه الان كره حكيم راسيه لا زالت مستمره وقائمه خطيره جدا ملعوبه الكره لكن صارت في المناسب اماميه كره في كاس العالم كره بمحاوله ملعوبه الان عن السفراتي وبعدها خطيره بالمباراه كره بتسديده من هذه مستمره وقائمه خطيره تسديده كبيره التصدي وبعدها ملعوبه مثنيه داخل المنطقه ياسين في التوقيت المناسب ويكمل المباراة إلى نهايته. شر الله يا سفيان الله يا سفيان على
وحتى أوروبيا كرة محاولة العوضة لكن إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى ركلة ربنا الأرجنتين يسجل في شباك منتخب بلاده حاولة خطيرة قديم المحاولة العرضية داخل المنطقة مرة غريبة هنا في هذا الملعب.